مرة تانية رجعنا لكم بعد الفاصل. معانا الباتون ساليه بتاعنا خلص وطلع، دليل على ان العجينة بتاعتنا كويسة. عاملينها ازاي؟ سامعين الصوت يا جماعة؟ ادي الباتون ساليه اللي اتعمل قدام حضراتكم، وادي العيش اللي بالزبيب. ممكن اديله مربى، ممكن اديله شوكولاتة، ممكن اديله اي حاجة. ادي اللقمة بتاعتنا زي الفل، الهنا والشفا. ارجو ان اكون وفق، يعني ربنا وفقني في ان اعمل حاجة كويسة تعجبكم ويبقى طعمها حلو. والى اللقاء في حلقة جديدة مع الشيف خالد.